احنا في بيتنا ما نسوي شي حرام. انا كنت احسب انه احنا متدينين، نصوم، نصلي، نزكي ونساعد الناس. الين يوم امس لما رحت الصالون عشان اسوي حواجبي، صار موقف بالنسبة لي لأول مرة امر بيه. ما شاء الله عبايتك مرة حلوة. شكرا. ايش جاي تسوي اليوم؟ فتلة حواجب بس. نتف؟ انت ما تعرف انه النتف حرام؟ من جد؟ ليش؟ خير ان شاء الله. مو حرام، مين قال انه هو حرام؟ ما جاء اي نص في قانون الحواجب. انا ما قرأت اي شيء. استغفر الله، لعن الله النامصة والمتنمصة. ايش ما عمرك سمعت الحديث ده عن الرسول؟ ايوه صح، انا سمعت الحديث بس ماني متأكدة ايش يعني. انا اقول لك ايش يعني. اولا هذا حديث ما هو قرآن، يعني مو بالضروري يكون قال الرسول. دحين النبي بيقول لك وبيحذرك انه ربنا لعن المتنمصات. انت بتمشي الدين على هواكي؟ كيف على هوايا؟ لازم تعرف ان في فرق بين الحديث الموقوف والمرفوع، يعني الكلام اللي قاله الرسول واللي فسره الراوي وقال الرسول قال. دحين حتكوني اعلم من الراوي؟ ان شاء الله تكوني كمان بتغلطي فيه. قولي، هيا قولي. استغفر الله، لا تحكمي علي على شيء انا ما قلته. بعدين اصلا العلماء بنفسهم اختفوا تفسير الحديث، فكر فيه بالمنطق ده. هل معقول ربنا حيلعنا ويطردنا من رحمته عشان بنرتب شكلنا؟ انا كان نفسي اقول شيء بس الحقيقه اني كنت مصدومه. اولا لانه اول مره افهم انه هذا الحديث ممكن يكون له اكثر من معنى. ثانيا الاثنين اللي جنبي مره تحمسوا بزياده. لو فكرت انت بالمنطق اللي بتتكلمي فيه حتلاقي انه في حكمه من اي نص، في اسباب وفي مسببات، وربنا يبغى يبعد عنك الاذى. ترى العلم لسه متاخر ولسه ما اكتشفوا اشياء ياما. نتف الحواجب ممكن يؤدي للعمى او امراض في العين ويضر بالاعصاب في المخ. ما في اي اثبات علمي انجاز بتقولي ده، اثبتي لي. يلا بعدين كل الناس بيسووا حواجبهم ما حتصلوا ولا شيء. العالم كله واسع دي شويه، هي ليش سوت احصائيه ان شاء الله؟ اسمع اختي، اللعن شيء مره كبير، فليش ما جاء في القران؟ اذا قال في تفاصيل كثير عن اشياء ما فيها اللعن فما بالك. بس كمان القرآن ما فيه كل شيء، والنبي جاء عشان يبين التفاصيل هذه حق حياتنا اليومية. طيب وربنا قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن بكل مثل لعلهم يتذكرون. في أشياء تنترك حسب تغيير المكان والزمان. وبعدين القرآن قال وليأمرنهم فليغيرن خلق الله. أصلا هذه آية نزل سبب ثاني عن تشبيه الأنعام ما لها أي علاقة بالشكل. إذا قصيت جزء من شعري هغير من خلقة ربنا؟ على كده ليش بنشيل شعر الوجه والشنب وبنسوي شعرنا بالسشوار ونغيره لأشكال مختلفة؟ وهي هذه ليه جاي الصالون اليوم أصلاً؟ حتسوي شعرها؟ يعني حتغير فيه. بعدين لو نحن حصرنا الدين في الشعر والحواجب حنظلم الدين ونحوله من قيم ومبادئ لمظاهر وأشكال. هقول لك تاني لأنه هذا جاء فينا الصريح أنت ما تفهمي. بيجونوا ناس على كيفهم يبغوا يغيروا في الدين. احنا بنغير كل شيء حوالينا، ما سبنا ولا شيء زي ما ربنا خلقه. بعدين هذا اسمه ترتيب وتجميل، يا اخي الله جميل يحب الجمال. بعدين تحاول تقنعي مثلا المراه ما تتجمل لزوجها؟ لا تتجمل طبعا الا في الحواجب، ترى هي كده تغشه وهذا سبب ثاني للتحريم. اذا هي بتغشه هو كمان يغشها لما يخفف ذقنه ويحلق شنبه. بعدين انت قاعد تتكلم عن الاذى، طيب الواحد يتاذى لما يشوف واحد مو مرتب قدامه. وزي ما قالت السيده عائشه رضي الله عنها ان المرأة تقدر تشيل شعر وجهها. انت قلتيها شعر وجه مو نتف حواجب، لعن الله واضح والحديث باين، ليش نتجادل وخلاص؟ بعدين شايف لما اقول لك انه نمص في اللغة العربية معناته شيل شعر الوجه مو بس الحواجب. اسمعي، الله ادانا عقل نفكر فيه، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انت ليش ما تبي تفهميني؟ بعدين هذا انا بحاول اقول لك، هو القرآن مليان بكلمة افلا تتفكرون. انا فاهمة انه واحدة مع رأي علماء الدين اللي حرموا نتف الحواجب، والثانية يناسبها رأي العلماء اللي حللوا، بس المفروض ما نتضارب على الموضوع في النهاية، مو من مسلمات الدين. بس دقيقة، هو من مسلمات الدين ولا لا؟ ترى أنا ما أبغى أتلعن.